هاي الهند من أقدم وأكبر الحضارات يلي بعدها مستمرة، تملك أكبر نظام بريد بالعالم، بيضم أكثر من 150 ألف مكتب بريد. تعتبر الهند ثاني أكبر بلد بيتحدث بلغة الإنجليزي بالعالم، مع 125 مليون و 226 ألف شخص بيحكوا إنجليزي. حققت هالدولة أرقام قياسية كثيرة، ومن بينهم تجمع ل 485 طفل لابسين كلهم مثل المهاتما غاندي بكولكاتا بهدف دعم السلام بالهند وبالعالم. الهندية جيوتي كيسانجي أمجي هي أقصر امرأة على قيد الحياة بالعالم، عمرها 26 سنة وطولها 62.8 سنتيمتر. أما فيجاي كومار فهو صاحب أكبر عدد سنين بالعالم مع 37 سنة. مين قال إنه أكثر من مليون شخص بيشتغلوا بسكة الحديد الهندية وهي أكبر موظف بالعالم؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.